التعليم الأكاديمي والمهني، الحاجة لغوض غمار إحداهما قراراً يصعب اتخاذه لدى الكثير من المقبلين على مرحلة ما بعد الثانوية العامة التوجيهي. كاميرا الحقيقة الدولية رصدت آراء الشباب، وكان النبأ الأعظم هو تفضيل التعليم المهني على الأكاديمي لما له من فرص وظيفية أقوى بالتزامن مع الركود الذي تشهده الشهادات الجامعية للتعليم الأكاديمي في الآونة الأخيرة. المهني الصناعية أحسن، أي يعني الشهادات الجميع بدرس الفاضي، بدرس جامعات 4 سنين الفاضي. المهني عشان شغله أحسن، شهادات واقفة، بكالوريوس محاسب بدور على شغل، أو تعلم صنعة أحسن. طبعا أفضل الأكاديمي، وأول شيء لأن أنا طالب جامعة وها يعني فيكون أحسن يعني وثقافتي أحسن تكون. التعليم المهني يعني يتضمن يعني الشخص إذا عنده حرفة أو موهبة فيقدر ينميها من خلال هذا التعليم من هذا المجال، وال يعني تبقى هذا الأشياء تبقى هي موهبة، يقدر يعني دورات خاصة أو مؤسسات تتمنى هذا الشيء ويقدر يبدع بهذا المجال ويعني مستقبل إن شاء الله. والله بصراحة أنا بشوف التعليم المهني هلأ صار مجدي أكثر من التعليم الأكاديمي. كل الناس هسه معهم شهادات وبيستنوا على الدور لبين ما يتوظف ولبين ما بعرف شو، بس اللي معه شهادة مهنية عنده خبرة طبعا بيكون تعلم الخبرة هو عم بيدرس أقوى من الشهادة الأكاديمية، وبيلاقي فرص عمل أكثر وبرواتب أحسن. انعكست الآية يعني، صاروا هلأ اللي عنده مصلحة أقوى من الشهادة، أو اللي عنده رأس مال أو كذا يعني، واللي عنده خبرة كمان بتلعب دورها. شهادات بصراحة بطل لها قيمة. برأيي التعليم المهني بظل أفضل من الأكاديمي، والأكاديمي أفضل من المهني. برجع للأساس للتربية المبدئية أولا، ثانيا بدك تحكي برجع لمبدأ الشخص، يعني اللي دارس سنتين أكاديمي على سبيل المثال وقاعد بدور على فرصة عمل وليس لديه الخبرة، بظل لسه التعليم المهني لسه لو ظل يرجع، لو يعني بقول لك لو رجع فيه الزمان والله لأختار المهني أفضل من الأكاديمي. برضه بنفس الوقت التعليم المهني صار يختص بأمور كثيرة الأيام هاي، حتى صار يتوزع وصار في له فروع كثير مفيدة خاصة مجتمعنا أو بلدنا الأردن هون، يعني صار أغلبهم اللي معهم شهادات تمام معلقينها على الحيط بقول لك لا والله عندي استعداد اشتغل بمطعم ولا اروح اشتغل بشهادتي، لانه كل اللي قاعدين بيطلبوا شهادات بيطلبوا خبره، وعبين ما اطول الخبره انا بكون راحوا 4 سنين من عمري وعلى الفاضي وراح مني، وين بدي اروح ساعتها انا بهي الحاله؟ لا بظل التعليم المهني افضل. اكيد المهني 100%، الاكاديميه ما بيطعمي خبز نهائيا. شفنا كثير ناس درسوا ما لقوا شغل، طبعا اللي عنده خبره اكثر من اللي دارس هلا. لا المهني عشان يتعلم صنع الواحد هيك بس. وتبقى مشكلة تكدس الخريجين مشكلة ضائعة بين الجهات الحكومية من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، فأصبح التوجه للتعليم المهني رغبة الكثير ممن لاحظوا كثرة الشهادات وارتفاع نسبة البطالة.